هذا وانطلقت امس تحت رعايه ساميه من حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه عاهل البلاد المفدى القائد الاعلى حفظه الله ورعاه فعاليات معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2019 وافتتح صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفه بن احمد ال خليفه القائد العام لقوه دفاع البحرين فعاليات مؤتمر التكنولوجيا العسكريه في الشرق الاوسط. افتتح صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفه بن احمد الخليفه القائد العام لقوه دفاع البحرين فعاليات مؤتمر التكنولوجيا العسكريه في الشرق الاوسط وذلك بفندق الفور سيزن بحضور سمو اللواء الركن الشيخ نصر بن حمد الخليفه مستشار الامن الوطني قائد الحرس الملكي رئيس اللجنه المنظمه العليا لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع وسمو المقدم الركن الشيخ خالد بن حمد الخليفه قائد قوه الحرس الملكي الخاصه وسمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد آل سعود، والفريق أول ركن عبد الرحمن بن صالح البنيان مستشار خادم الحرمين الشريفين، وسمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة، ومعالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الخارجية، ومعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وسعاده السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الاعلام وسعاده الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع ومعالي الفريق اول ركن فياض بن حامد الرويلي رئيس هيئه الاركان العامه للقوات المسلحه للمملكه العربيه السعوديه الشقيقه ومعالي الفريق الركن حمد بن محمد ثاني الرميثي رئيس اركان القوات المسلحه بدوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه وسعاده الفريق الركن ذياب صقر النعيمي رئيس هيئه الاركان وبهذه المناسبة صرح صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن احمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين قائلا: نعتز جميعا بالرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الاعلى حفظه الله ورعاه للنسخة الثانية من معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع. وقال معالي قد حقق معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع نجاحا كبيرا فاق التوقعات، حيث يعتبر احد اسرع المعارض نموا في منطقه الشرق الاوسط والاكثر قدره على جذب واستقطاب الشركات العارضه، ويقدم فرصا ممتازه لعرض احدث المنظومات الدفاعيه الجديده والمبتكره، كما استطاع بايدك ان يشكل منصه متقدمه للاطلاع على اخر المستجدات واحدث التطورات التكنولوجيه والانظمه العسكريه. وأضاف معلي إننا على ثقة كاملة بأن أعمال معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع سيمثل فرصة لدعم الاستثمار في المعرفة والتحول الرقمي والصناعات العسكرية وصولا إلى توطين أحدث التقنيات والتكنولوجيات الدفاعية التي تلائم احتياجات ومتطلبات مملكة البحرين وبإذن الله تعالى نتائج هذا المحفل الدفاعي الدولي ستكلل بنجاح كبير وذلك نظرا لحجم ونوعية المشاركة العالمية كما نعرب عن خالص فخرنا لما لمسناه من استعدادات استثنائيه واحترافيه من جانب اللجنه العليا المنظمه للمعرض والمؤتمر برئاسه سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفه مستشار الامن الوطني قائد الحرس الملكي حيث نجح المعرض والمؤتمر في ترسيخ مكانته كاحد اهم المعارض الدفاعيه والملتقيات الفكريه على مستوى العالم. واكد معالي ان مؤتمر التكنولوجيا العسكريه في الشرق الاوسط والذي يصاحب المعرض يعد من اكبر واهم التجمعات الفكريه العسكريه التي سيناقش خلالها العديد من القضايا منها الامن السبراني في ضوء ثوره الاتصالات الحديثه واثر التقدم في الذكاء الاصطناعي على حروب المستقبل والتي تجاربها جاريه في تقدم كبير ومحل دراسه وتقييم فضلا عن كيفيه الاستفاده من برامج ونماذج وتطبيقات محاكاه الحروب المستقبليه والمحتمله كما اضاف صاحب المعالي القائد العام لقوه دفاع البحرين مؤكدا ان تنظيم مؤتمر التكنولوجيا العسكريه في الشرق الاوسط على ارض مملكه البحرين سيوفر الفرصه للمشاركين للاطلاع على كل ما يستجد من افكار ومواضيع في عالم التقنيه الدفاعيه لمواكبه عمليه التكامل والتوازن في هذا الشان العسكري الحيوي الذي يشهد تطورا هائلا في توظيف التقنيات الحديثه في المجال العسكري. والتي لها دور فاعل في وضع الحلول المناسبه لمواجهه كافه المخاطر والتحديات التي تواجهها الدول على الصعيدين الاقليمي والدولي فضلا عن تبادل الخبرات بين الدول المشاركه لمجابهه محاولات الاختراق الالكتروني وشن الهجمات الالكترونيه على بنى الاتصالات والشبكات وقواعد البيانات والمعلومات وغير ذلك واشار معالي الى ان نجاح تجربه المؤسسات المعنيه بالشان الدفاعي في البحرين من خلال العمل والمشاركه من اجل حفظ السلام ومواجهه التهديدات في المنطقه والعالم وقدرتها على المشاركه في الجهود الدوليه لارساء دعائم الاستقرار ومحاربه الارهاب يفرضان على البحرين معالجه مشكلات مصادر التهديد الجديده التي تستخدم فيها التقنيات الحديثه وهو ما سيقوم به المؤتمر في احد اهم جوانبه ورحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بالمتحدثين في جلسات المؤتمر متمنيا لهم التوفيق والسداد، مؤكدا معاليه ان هذا الحدث البارز باذن الله تعالى سينال استحسان الحضور والمشاركين وسيكون بحق محفلا ناجحا بكل المقاييس للاقبال الكبير للمشاركة في فعالياته، حيث أكد معاليه ان هذا الحدث بمثابة منصة لتبادل الافكار ومناقشة الرؤى الاستراتيجية. وعرض مختلف الحلول النموذجيه لاهم التطورات التكنولوجيه التي تشهدها الصناعات العسكريه وذلك من خلال منصه علميه تقوم على عدد من اصحاب الفكر العسكري والسياسي والذي يعكس دور مملكه البحرين الفاعل في مواكبه كافه المتغيرات والتطورات في المجالات التقنيه والتكنولوجيه الحديثه من اجل ارساء الامن ودعم مسيره السلام الدوليين بالتعاون مع دول العالم الشقيقه والصديقه وستعقد العديد من الجلسات ضمن اعمال مؤتمر التكنولوجيا العسكريه في الشرق الاوسط والتي تدور محاورها في العديد من المواضيع منها مستقبل التكنولوجيا العسكريه والصناعات العسكريه في منطقه الشرق الاوسط واستراتيجيات الدفاع السبراني وتاثير الذكاء الاصطناعي على وظائف الجيوش النظاميه فضلا عن موضوع استخدام التكنولوجيا لتطوير نماذج محاكاه للحرب وتاثيرها على النزاعات الاقليميه ولمضاعفه الحاجه للعمل على الاستمرار في عمليه التطوير للمنظومات الدفاعيه ومواصله التحديث للتقنيات العسكريه الحديثه ياتي تنظيم المؤتمر في الوقت الذي تشهد فيه المنطقه العديد من المتغيرات وذلك لمواجهه اليات الحروب الجديده عبر بناء قاعده وطنيه من الصناعات الدفاعيه لتكون صمام امان للوطن والمواطنين ودول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي ككل وحضر فعاليات افتتاح المؤتمر عدد من الشخصيات رفيعه المستوى من مملكه البحرين والدول الشقيقه والحليفه والصديقه من مختلف دول العالم